صباح الخير يا صباح. صباح الخير. كنت عاوز اقول لك على حاجه. خير ان شاء الله. انا رايدك وعايز اتجوزك يا صباح. هو انا قلت نكته؟ لا ابدا. بس طب ما تضحكينا معاكي. قلت لاهلك الاول؟ ها؟ قلت لاهلك ان انت عايز تتجوزني؟ لا لسه. انا جالي جواب الجيش النهارده ومسافر بكره. ومش عارف هرجع امتى تاني. بس انا قلت لازم اقول لك انت قبل ما اسافر. سافر بالسلامه يا علي. معلش. معلش. الله يرحمه. سافر بالسلامه. هتستنيني؟ اللي عايزه ربنا يكون بقى. ماشي. انا هطلع من هنا قبل الفجر. توصل بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا صباح. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا جلال، ازيك؟ اخبارك ايه يا دفعه؟ ازيك انت يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه هتلبس امتى؟ بكره ان شاء الله. يلا توصل بالسلامه ان شاء الله. كنت عاوز اسالك على حاجه كده يا شيخ. اه اتفضل اقعد يا جلال واسال. هم المشايخ دلوقتي بقوا يقعدوا على قهوه؟ الله، هو المشايخ مش زي الناس نفسهم يشربوا حاجه؟ تشرب ايه؟ حلبه حصى. حلو حصل مرة واحدة، ده انت فلتت على الآخر. خير يا جلال؟ دلوقتي يا شيخ، احنا لما كنا بنغسل عيلة أبو حارس الله يرحمهم، فاكر التمرجي لما قال لنا إن في رصاصة اخترقت صدر أم علي؟ آه طبعًا فاكر. دلوقتي بقى بيقول لك إن هما مش لاقيين دليل يدين أي حد، وأهل البلد هنا مطلعين إن اللي عمل العاملة دي كائنات فضائية. عارف أنا موضوع الكائنات الفضائية ده. السؤال بقى يا شيخ، احنا لو لقينا الفارغ بتاع الرصاصه اللي اتضربت، ممكن من خلالها نعرف الجاني بالمسدس اللي طلعت منه الطلقه دي؟ والله مش عارف يا جلال، اصل الموضوع ده محتاج متخصص، وانا بصراحه ماليش خبره خالص في السلاح. لكن اللي يقدر يفيدنا في حكايه زي دي هو الاستاذ بهلول. افادك الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده بقى هيبرم حوالين نفسه. هو مش خلى اهل البلد شالوه على اكتافهم؟ المهم يكون فهم مغزى الكلام. طبعا فهم. ده الولا جابر برغم انهم خدوه على مشامه، لكن برضه قر واعترف وقال ان عمار هو اللي امره. يعني كان عايز جابر يقول ما حصلش؟ اما واتفاجر بصحيح. فاجر وبس، ده قادر كمان. اللي يخلص على مرغاني ورجالته بالطريقه دي، ده يبقى ما جابتهوش ولاده. طالما عايز يصلح صورته قدام اهل البلد، يبقى هي دي نقطه ضعفه. وتهديد قتل عيلة ابو الحارس دي اللي هتجيب من اخره الارض. انهض يا عطيه، سي همام عاوزك. طب روح انا في ديلك. روح زمانه نخ. وماله؟ خليك ثابت وجسور. طبعا يا عم جاد. خلاص يا عمار، خلاص في النادي يا عمار.
الباروك. ما كنتش اعرف انه عشان يهزك انت ورجالتك. ايوه هو مين؟ هو كده وسويله راجل حسن الامام الكبير. ده ايه ده يا سهمان؟ انا بعت لك عشان انت تقولي. معرفش والله. دامي خش. قول له ده ايه يا عمار؟ ايه يا عطية؟ مش عارف مسدسك اللي ضربت منه الطلقة وقتلت بيه الناس ولا ايه؟ مش هو ده برضو الفارغ بتاع الطلقة اللي ضربتها من مسدسك؟ انا ما ضربتش حاجة على حد. ادي الجمل، ادي الجمال. مش ده مسدسك؟ مش ده الفارغ اللي خارج منه؟ ما تقدر تثبت ده بسهولة. اثبت مكانك لا اخلص عليك. انا يوميها ما ضربتش رصاص في الطبنجه. يعني بتعترف ان انت اللي قتلتهم؟ وبأمر منك عن طريق جابر. لا انا ما امرتش حد ولا حد امرني. انت اللي بلغت امر همام ان انا اخلص على علاجي. انا ما اعرفش حاجه وما اعرفش حاجه عن اي حاجه، والحكايه دي من الاساس ما اعرفش عنها اي حاجه. شفت؟ يعني انتوا رحتوا من ورايا خلصتوا على عيلة بحالها من أهل البلد لأجل ما تاخدوا بطار كبيركم. شوف بقى لما أهل البلد هيعرفوا هيعملوا فيكوا إيه أنتوا والرجالة اللي من غير سلاح. أنت اللي أمرت. لما الحكومة يوصلها المسدس والفارغ ده هيبقى الدليل اللي فيه مشنقتك. ارموا الكلب ده بره، وأوعى حد من بتوعه ولا من بتوع جد يباتوا هنا. أوعى المكان يخلى. انت لما طرحنا همام؟ لا 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 ما تقولش كده. انا بحميكم من الناس لزمانهم عرفوا بعملتكم السودة. تلاقيهم جايين دلوقتي بربطة المعلم وحينهشوكم برا. يلا قدامي ما تعصلكش، وزي ما الريس قال بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيخنا اتفضل، ده احنا حصل لنا البركه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ساتر. اتفضل يا شيخنا، مفيش حد غريب، ده انا وامي بس. اتفضل. معلش التنبيه واجب برضه. يا ساتر. مين الاستاذ؟ ايوه ياما. ايه ده مش فاضيه، اصبر شويه. اتفضل يا شيخنا، امي دي زي العسل. ربنا يبارك لك فيها، الجنه تحت اقدامي. صدقت يا شيخ، ربنا يخليك. اتفضل، ده احنا زرنا النبي النهارده. قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. اتفضل يا شيخنا. مين معك؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت شبه حد عرفه. شبه مين؟ العبد اللي حسنين. حسنين اخو همام؟ نعم. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. استغفر الله، استغفر الله يا امي، استغفر الله يا امي، استغفر الله، استغفر الله. انت يا واد مكسوف مني؟ ده انا مرضعاك انت واخوك، يعني انت اخو بهلول في الرضاعة. الله يجازيك بالخير يا خالة. خالة؟ خالة ده ايه يا واد؟ بقول لك مرضعاك انت، تقول لي يا امي. حاضر حاضر يا امي. بقول لك امي دي زي العسل. عسلي سود ومهبب. بقول لك ايه، ده انت باين عليك حماتك بتحبك، انا يا دوبك هحط الاكل. لا لا بالهنا والشفا، بالهنا والشفا والله. وبعدين ايه، البلد دي بلد كرم قوي، كل ما اخش بيت اكل. وانت هتلاقي اكل زي اكل زكيه. يا امي والنبي خليها النوبه الجايه. وبعدين هودي الاكل فين؟ انا خلاص. وبعدين جات اكتر. وانت بالهنا والشفا انت، انا قدامي شويه. طيب اعمل لكم شاي. ماشي يا امي. شفت امي؟ ربنا يبارك لك فيها يا رب ويديها الف عمر على عمرها. عارف يا استاذ بهلول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم انف من ادرك ابواه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخلاه الجنه. وبص بقى الحته الثانيه، والجنه تحت اقدام الامهات. الله يفتح عليك يا شيخنا. اه 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 يا حبيبي يا ابني. راح يا ام هنا. حاضر يا دنوي، حاضر يا دنوي، حاضر يا دنوي. كبدي عورك جامد ابن عظيمه. وقت حسك يا جد، قلت لك مش هو، مش همام، ده واحد تاني. بتداري عليه؟ معلش، هانت والحساب هيجمع. الهي تنقطع ايده اللي عمل كده. ما خلاص يا ام بقى، ما قلنا خلاص.
خلصت روحك يا ولا، تتشخط علينا ليه؟ روح الشطر على شراحك. يا حمد الرحمن. حاضر يا دناي، حاضر يا دناي.